السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزاكي تاخدي بالك كويس قوي وانتي داخلة على زواج ما بين الفرق بين الحياء والخجل اللي بيبقى طبيعي ما بين الأزواج في الأول أو في على طول العلاقة بكل مسمياتها، اجتماعية، نفسية، جنسية، إنسانية، على طول الزواج، ما بين الحاجز النفسي اللي بيكون موجود سواء منك أو منه، وده للأسف بيعرقل العلاقة وممكن يوقفها. الخجل حاجة ممكن أي اتنين يتكسفوا لما تحصل أو يتكسفوا منها أو تكون عندهم رغبة منها في الأول، بدافع إن إحنا الاتنين جداد على بعض، مش واخدين على بعض، بنتعرف على بعض، بدافع إن إحنا لسه مفيش بينا عشرة، مفيش بينا عشم، ودي حاجات طبيعية كل الناس بيتعرضوا لها. يعني كتير زوجات بيتكسفوا مثلا ياكلوا حاجة معينة قدام أزواجهم. يعني ممكن أنا في بنات أعرفها كانت بتقول لي أنا بتكسف آكل بطيخ قدام جوزي. ليه الحركة بتاعت البطيخ دي؟ دي تحبش تعملها قدامه؟ يعني البطيخ ما تاكلش غير كده. في واحدة تانية تقول لي أنا يستحيل أكل المانجا قدام زوجي، ليه؟ بتزفلط مني فما أقدرش أكلها قدامه، بتحرج. في واحدة تالتة ما أقدرش إن أنا في أول الزواج أدخل التواليت قدام أو زوجي موجود في الشقة. ودي أكيد كانت مشكلتنا كلنا، كل الستات اللي اتجوزوا ما كانش يقدر يدخل حمام وزوجها موجود في البيت. ما تفهموش ليه، بس هي دي كل الستات كده يعني أعتقد. خلاص دي حاجات مع الوقت خلاص الدنيا بتفك شوية، الحياة بتبقى أبسط، الاتنين بيمتزجوا ببعض ذهنيا وعاطفيا وفكريا وجسديا، كل حاجة بيكونوا مع بعض، فالدنيا بتقل شوية أو الخجل بيقل شوية، الحياء بيقل شوية. لكن مش طبيعي أبدا إن أنا يعدي شهر اتنين تلاتة عشرة سنة سنتين ولسه في حاجات انا ما ينفعش اعملها قدام زوجي عشان انا بتحرج. ما ينفعش ان انا مثلا اصل في حاجات والله بتتقال لي، يعني انا مش عايزه برضو اقولها علشان اصحابها انا ما استاذنتهمش ومش عايزاهم يعني يزعلوا ان انا قلت حاجه زي دي، بس في حاجات بتبقى عاديه جدا ما بين الازواج انها تحصل ويستحيل انها تحصل. اللي بيخلي المشكلة تحصل مش انها عادية، لا، ان الطرف التاني بيطلبها، ان الطرف التاني بيقول طب احنا ليه ما بنعيش زي كل الناس؟ ليه طب انا صاحبي بيعمل مع زوجته كده واخويا بيعمل كده ومش عارفة مين بيعمل كده، ليه انا ما اعملش كده؟ يعني ايه بتكسف؟ يعني ايه انا عايز اعمل كذا؟ وانا ما بتكلمش على فكرة في علاقة ما بين راجل وست، علاقة حميمة ما بينهم، انا بتكلم في الحياة العادية الطبيعية، بتكلم في الحياة الاجتماعية. في ستات ممكن يعيشوا سنين مع أزواجهم حياتهم الاجتماعية مضطربة، فيها اضطراب، فيها عدم كمال، فيها جزء ناقص. ليه؟ لأن هما مش واخدين حريتهم، أو في منهم بيحاول يعمل لنفسه زي برستيج كده قدام الزوج، أنا مش هنزل من المكانة اللي أنا حاطة نفسي فيها ومش هقلل نفسي فيها، ما يشوفنيش وأنا بعمل كذا، ما يشوفنيش وانا باكل كذا. كانت في واحدة اظن يعني كانت بعتالي وبتقول لي مش مشكلتها، مشكلة حد تاني، ان لو هم قاعدين مثلا في قاعدة او قاعدين في اي مكان وكانت هتموت وكانوا قاعدين في شم نسيم او حاجة وحاطين ملح وحاجات دي، يستحيل تدوقها انها هتموت عليها، هو عارف انها بتاكلها، يستحيل تاكلها قدامه، يستحيل تاكلها قدام عشان برستيجها. ايه دخل الاكل في البرستيج؟ ايه دخله؟ انت ليه خلطه؟ ليه ما مش عايزه تشاركيه اي موقف؟ ما انا لما اكون مثلا في شم النسيم وجوزي قاعد بياكل فسيخ وانا قاعده ابص له، ياوي لا مش عارفه ايه، طب انا يعني ايه ده انا بحس وانا خايفه على ريحتي وانت ما بتحسش وانت بتاكل. هنسيبنا من ده عشان الملوحه والفسيخ والكلام ده ناس كتير بيختلفوا عليه. اللحمه، تخيلوا اللحمه، في واحده برضو اعرفها كانت بتقرف جدا من ريحه اللحمه وما بتحبش تشمها، فلو كانوا في المناسبه ولا كانوا في العيد ولا حاجه تقدرش تاكلها وتقول له ايه انت ازاي اصلا تاكل حاجه زي دي، ده ما اسمهش خجل،
انت خجلانه من ايه؟ ده اكل، ده اسمه انا مش عارفه اسميه بصراحه. في حاجات طبيعيه تاني الواحد بيبقى نفسه يبقى زوجته تعملها وما بتشاركوش. يعني مثلا على سبيل يعني العد للحصر، او مش عارفه على سبيل ايه بيقولوها كده، هي نقطه ممكن تكون خاصه شويه بس طبيعيه. الرقص للزوج، في اكيد كل الرجاله بيكونوا حابين الحاجه اللي بيشوفوها بره او بيسمعوها بره، او الحاجه اي حاجه حرام بره، اللي حرامها بره هو بيبقى نفسه يعملها مع زوجته ما دام هي مش حرام في الاصل، فعلها اصلا مش حرام. فزوجات كتير تقول لي انا لو هتتقطع رقبتي ما اعملش كده. لا لا لا، ايه قله الحياه دي؟ حبيبتي قله الحياه دي لو انت بتعملي حاجه تغضب ربنا، لو انت بتعملي كده مع واحد مش جوزك، لو انت بتعملي كده قدام ناس قاعدين بيتفرجوا عليكي، ده زوجك عايزك ترقصي له، ايه المشكله؟ فين قله الحياه؟ فين اصلا؟ يعني هو الرقص هيكون اكثر بشاعه او اكثر حياء من العلاقه الخاصه ما بينكم؟ اكيد لا. فانت ما تمسكيش في امور وتقولي هو ده الحياء وانا مش هعمل غيره عشان جوزي ما يقولش عليا ان انا اي حاجه. لا، هو هيقول عليك على فكره، هيقول عليك نكديه، هيقول عليكي مش عارفه تعفيه ولا تصونيه، مش عارفه مش عارف يستمتع بيكي. انت اصلا ازاي في ستات ممكن تقعد بكذا قدام جوزها؟ دي واحده بتقول حبيبتي ده جوزك، ما تقعدي قدامه، ما تلبسي اللي هو عايزه، ما تعملي اللي هو عايزه، ما دام مش حرام ما تعملوش دين على دماغكم بقى، على مزاجكم. الراجل بيتجوز عشان يعف نفسه، عشان يتبسط، عشان يبقى شايف حاجة هو حاببها، عشان اللي بيسمع عنه يجي يقولهولك، يقولك أنا سمعت إن صاحبي عمل كذا، فتقولي له لا أنا هعمل لك اللي أنت بتسمعه ده، أنا هوريك اللي أنت بتشوفه ده. وفي رجالة كتير ما بتشوفش بره، فده مش ما يكونش جزاؤه إن هو بيغض بصره وإن هو بيبقى بيتقي الله، وأنت تقولي له اتقي الله براحتك، أنا برضو اتقي الله أنا كمان، أنت مالكش عندي حاجة. ما ينفعش، لازم قبل الزواج لو انت صغيره في السن، وانا ما بشجعش جواز الصغيرين ده خالص، لان الواحد يعني كل المشاكل تطلع من الصغيرين بصراحه، يعني او معظمها، لازم حد يقعد معاهم ويعرفهم ايه المسموح وايه اللي مش مسموح، ايه الحرام وايه الحلال، ايه اللي الزوج بيحبه وايه اللي الزوج ما بيحبوش، ايه اللي بينفر الزوج مني وايه اللي بيخليه انا محبوبه عنده. علشان لو اختلطت المعايير واختلطت القيم او اختلطت المسميات عندكم، مش هتفهموا ايه اللي الزوج عايزه وايه اللي مش عايزه، فهتبقى الحياه عندكم متلخبطه ومش هتبقى حلوه. فنرجع ونعيد، لازم تعرفي الفرق ما بين الحياء وما بين الحاجز النفسي. الحياء ان احنا نعمل او نتكسف من حاجه طبيعي الناس كلها تتكسف منها، طبيعي الناس كلها تاخد جنب كده أو تستغرب لما تقولي ده أنا عملت كذا. والحياء بيكون ليه وقت معين، ليه كام على حسب ما تاخده على بعض، ما بيكملش معنا طول العمر. يعني درجة الحياء لو زادت عن حدها بتقلب العلاقة بالسلب، بتخلي الحياة ما بينكم ما تطقش. ليه تخليه عايز يشوف حياته بره وانت تكوني حاسه ان انت لا مرغوبه ولا محبوبه ولا حاسه بانوثتك معاه؟ حاولي تغضي زوجك، تغضي بصره وقلبه قبل بصره، حاولي تقري كتير، تسالي ذوي خبره بس تكون ناس محترمه مؤدبه، يعني مش تسالي صاحبتك اللي قدك، اسالي ماما، اسالي مرات خاله، اسالي مرات عمه، اسالي عمته وخالته، اقعدي معاهم، اتكلموا معاهم، احضروا دورات تثقيفيه عن الزواج، الله يخليكم وبص دماغكم، احضروا دورات تثقيفية عن الزواج علشان تعرفوا تديروا حياتكم صح. علشان مش كل حاجة الراجل بيطلبها لازم تبقى عيب ولا حرام، ولا لازم في اللي تيجي تقولي لا لا لازم تلوديه مين يا حاجة؟ هو دافع مهر وشبكة وشقة وقاعد معاك عشان تلوديه؟ يعني كلام، والله العظيم الكلام يعني بيطلع من نافوخ، انتوا بتقولوا ايه؟ تلوديه ازاي يعني؟ ده جوزك يا ماما، جوزك. فربنا يصلح لكم الحال يا رب، وما تنسوش
الاوبشن اللي انا عاملاه جديد ان انا على الجروب بتاعي اسمه رحرحه، غير القناه بتاعت رحرحه المنتقبات. الجروب بتاعي انا بوفق قصين في الحلال. لو انت شايفه في نفسك عروسه، انت طبعا عروسه زي القمر، بس لو انت عايزه مواصفات معينه مش متوفره او مش بتلاقيها بسهوله، ممكن تبعتي لي حتى عن طريق اللي هو بيبقى مجهول الهويه ده او مخفي الهويه في الجروب. انا هكتب مواصفاتك اللي انت عايزاها ومواصفات او المواصفات بتاعتك ومواصفات العريس اللي انت عايزاها، واللي عندها اخ، اللي عندها اخت، اللي عندها مش عارفه ايه، بتتواصل معايا وانا في سرية ما بقولش لحد على مواصفاتك او انت مين، يعني ما بقولش لحد دي هي اللي قالت لي ولا ده اللي قال لي ولا حدش. لا، انا عندي عروسه بس جت منين؟ نزلت من الرزق من عند ربنا. عندي عروسه وفي عريس، اوصلكم ببعض تسالوا على بعض وانا اطلع منها سليمه، لان انا لا اعرف ده ولا اعرف ده، انا بوصل بس. اتفقنا؟ يلا فوتكم بالعافيه، السلام عليكم.